السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم دائما في قصر الفخامة، ولكم مني كل احترام والتقدير. إخواني وأخواتي مرحبا بكم لأول مرة غيشوف الفيديو البحر تواجد في الدار البيضاء عين شق شارع عمقالة داخل سوق ياسمينة. بالنسبة للتوصيل خارج كازا 40 درهم، داخل كازا 20 درهم. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تشاركوا معنا من طبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو، لأن الحمد لله المحتوى كيتشاف الإخوة أخرين، وهذا هو فضل الله عز وجل. يعني لعجبك الفيديو ما تبخلش بلايك، رمى غيطرا والو الحمد لله. اخواني غادي نشارك معكم اليوم عطر من العطور اللي سبق وذكرت لكم في الفيديو السابق. هو عطر رائع من شركة ديال بولغاري، يعني عطر عجبني بزاف، اللي هو عطر بولغاري مان رين اسنس. يعني عطر فخم، هذا الوافد الجديد عندي في المجموعة، يعني عطر رائع. نقدر نرشح لكم انه عطر. علاش يعني درت في العنوان؟ يعني العطر خارج عن المألوف، يعني عطر صيفي ولكن خارج عن المألوف، لان العطر كما كتعرفوا كيبقى فخم. اللي مجرب العطر غيفهمني علاش كنتكلم. انا ما غنتكلمش على الاداء ديال هذا العطر هذا، ولكن العطر ممتاز، يعني العطر ننصح به. انا كما قلت لكم ما غنتكلمش على الاداء ديالو، ولكن العطر رائع. بلغاري كان الاصدار ديالو في 2023. الانف او العطار الرائع واللي متبعين العطور ديالو، يعني عطر بلغاري رينيسانس فيه في كما كنقولوا هذيك لاتوش ديالو، يعني اللمسه ديال البرتو مورياس. يعني البرتو مورياس عطار مشهور معروف، بحالو بحال عطارين اخرين. يعني فاش كيدير لنا عطور يعني ضروري ما كتلقى الجمهور، يعني ضروري ما كتلقى العطر عنده جمهور. بحال في المثال العطر اللي كان داز عند لاطافا، عطر تيرياق اللي هو كان من العطار كوينتين بيش. يعني بعض الناس يعني غير عرفوا، انا كندوي على الناس اللي كيفهموا في العطور، يعني غير عرفوا العطر ان هذاك العطار اللي مصوبه، يعني مباشره شراو شراء عميان. يعني كاين عطارين، كل عطار وكتلقى عنده الجمهور ديالو. بلغاريمان يعني عطر فخم، البخاخ رائع، البخاخ يعني حمضيات، والشاي الاخضر يعني كتشم النوطه ديال الاتاي او لا رائحه الاتاي الشاي الرائعه. عطر ممتاز، يعني علاش قلت لكم خارج عن المألوف؟ يعني ما كتشمش غير الحمضيات، يعني عطر خارج عن المألوف، يعني حمضيات وكذلك الشاي. يعني ملي كنتكلموا على الشاي، كاين بعض العطور صيفيه رائعه فيهم الشاي ولكن ما كيكونش طاغي، يعني كنشموا الحمضيات. بحال في المثال عطر الفي ايماجيناسيون، ولا البديل ديالو عطر صاحب، ولكن هنايا هنا كنشموا الشاي واضح جدا. وبالنسبه للاداء راه كما ذكرت لكم في الفيديو السابق، ليس بالاداء الممتاز، ليس بالاداء الجبار، العطر قريب، شي يعني قريب، ولكن لما كتوقف حدا الشخص يعني كيشم، وفاش كيشم يعني راه ما يمكن، يعني كما قلت لكم العطر ما يمكنش غيميز الرائحه. وانا وقعت فيه، يعني جاب لي اطراء من الاشخاص اللي قراب مني. يعني العطر جميل، فاش كيتشم كتشم جماليه ديال العطر رائعه، بالاخص كما قلت لكم نوطه الشاي خضراء رائعه، يعني كتمشي لانها بودريه بعض الشيء، ولكن النوطه ديال الاتاي واضحه جدا. عطر صيفي خارج عن المألوف، وحتى العطر الرائع الكاب كما كتعرفوا ما كاينش بلغاري، يعني وكيتقفل بهذه الطريقه هذه، يعني بحال الاخوه ديالو. العطر رائع جدا، انا كنصح بهذا العطر هذا، يعني الاشخاص اللي كيفهموا في العطور وبغوا عطر يعني متفرد صيفي، متفرد خارج عن المألوف، يعني الناس غيشموه فوق وما غاديش يعرفوا اش من عطر، ولكن جميل، يعني كيعطي جماليه وكيجيب اطراءات للناس اللي قراب منك وتستمتع به بزاف في الاماكن اللي هي مغلقه، بحال اصحاب المكاتب، الموظفين، يعني الناس اللي يكونوا في مكتب والجو حار، فعطر خارج عن المألوف بمعنى الكلمة، عطر بلغاري رينيسانس. بالنسبة للأداء ديالو كما قلت لكم، يعني التبات ما تكلموش عن التبات، التبات يعني يبقى معاك 6 ساعات عادي. بالنسبة للفواحان، يعني فواحان ديالو
نقدر نقول لكم ساعة، نقدر نقول لكم ما نبالغش وما نقش عاوتاني من العطر، لأن العطر مباغت كما قلت لكم، يعني يقدر اللي جربوا يقول لي لا راه عطاني كثر من هذا الشيء اللي قلتي، ولكن نتكلموا على الجمالية، فالعطر جميل جدا من العطور الممتازة، والدليل هو أنني راه نزلت القنينة، يعني العطر راه باقي جديد، يعني وافد جديد عندي، ونزلت القرعة ديالو، يعني العطر حيت لبسته بزاف كنلبسو ونعاود نلبسو ونعاود نلبسو، فهو من العطور الممتازة. إخواني وأخواتي كنتمنى المراجعة تكون نالت الإعجاب ديالكم على هذا العطر هذا وعلى العطور الأخرى، ما تنساوش تشاركوا معنا وما تنساوش لي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.